كلمت على ضباط فرنسا، اليوم نكلمكم على مناضلين فرنسا في جبهة التحرير، على رأسهم ابن الخادم هذا. هجوم غير مسبوق لأمين عام الحزب الحاكم في الجزائر على مقربين من الرئيس أنهت دوره في الحزب. أريد أن أقدم أمامكم استقالتي. التصريحات النارية التي اتهم فيها عمار سعيداني مقربين سابقين من الرئيس بالخيانة والعمالة فهم منها تهجمه بشكل خاص على الرئاسة عبر استهداف عبد العزيز بالخادم الممثل الشخصي الأسبق للرئيس بوتفليقة. أعتقد أن سعيداني أخلط الكثير من توازنات داخل هرم السلطة، وكذلك أنشأ نهجا آخر في إدارة الصراع داخل السلطة. لا أعتقد، لا ما فيش أي ضغوطات. الأمين العام كان واضح ووضح أن الأمر هذا ما فيش أي ضغوطات، يعني الآن الحمد لله الجبهة فيها أمين عام وفيها رئيس جبهة ورأي إن شاء الله مستقبل واعد. سعيداني المثير للجدل ترك منصبه لأكبر عضو سنا في الحزب وهو جمال ولد عباس المقرب من الرئيس بوتفليقة وعضو مجلس الأمة الحالي. لحظات بعد تسلمه للمنصب أعطى ولخص ملامح المرحلة القادمة بتزكيته للرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة. لازم نفكر من الآن ونبدأ في العمل تاعنا اليوم. اليوم نبدأ العمل معنا لنحضر هذا الانتصار تاع 2017 اللي مركب عليه الاستحقاق تاع 2019. ويرى محللون أن إقالة سعيداني كانت ضرورية لأكبر حزب في البلاد يعول على حصد غالبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية في أبريل 2017. خروج عمار سعيداني من بيت الحزب الحاكم سيفتح باب تغييرات واسعة النطاق ستشهدها الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة، وستطال بحسب مراقبين أسماء ثقيلة أخرى في مؤسستي الجيش والسلطة التنفيذية. أحمد حرز، الله العربية، الجزائر.